أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أميرة الخيال. في الحقيقة إحنا لما بنعوز ندور على بيت جديد أو شقة جديدة أو مكان جديد نعيش فيه، دايما بنشوف العواميد بتاعته شكلها عامل إزاي. لازم يكون بيت مبني بشكل كويس، عواميده قوية جدا. وكذلك في حياتنا لازم يبقى عندنا عواميد ثابتة كده في حياتنا. فربنا عز وجل ادينا 5 عواميد لازم تكون في حياتنا، وهي أركان الإسلام 5. لازم كل بيت يبقى أطفال وكبار عارفين هو إيه الإسلام، والإسلام اتبنى على إيه، وإيه العمود اللي اتبنى عليه الإسلام. هقول لكم بس حاجة بسيطة لست بسيطة قوي اتحكي لي الموقف ده عنها. الست دي كان عندها إرث طيب من أمها الله يرحمها، وهو ان دايما اي حاجه بيعملوها يقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فالست دي كبرت ولادها كبروا، فما كانش في بيتها غير 5 جنيه. فابنها قال لها ال5 جنيه هتكفينا يا امي؟ ده تكفينا فطار بس الصبح. قالت له ربنا بيرزق. فجت لها جارتها بالليل وكان عندها ايتام، قالت لها انا محتاجه 5 جنيه، فادتها لها. هي من بيت كرم وإرثها طيب. فابنها قال لها انت هتعملي ايه؟ ده ال5 جنيه دي الوحيدة اللي كانت في بيتنا. قالت له احنا عندنا رب بيرزق، ملكش دعوة انت. فالمهم نامت زي ما عودتها امها الله يرحمها، قعدت تقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. قامت صلت الفجر، وبعدين قعدت للساعة 5، مفيش حاجة جت. قعدت لستة، مفيش حاجة جت. فقالت له بطبيعتها يا رب انت ما بعتليش ال5 جنيه ليه؟ انا قاعده مستنياك تبعت لي ال5 جنيه، عايزه اتاكد ولادها. فجاه لقيت جارتها بتخبط عليها، واحده تانية. قالت لها انا اختي كانت مش بتخلف فتره طويله، ولما خلفت كانت عامله حاجه يعني للناس اللي حوالينا ظرف، ونسيت اديك الظرف ده بقالي فتره، فربنا الهمني الصبح اللي انا لازم اجيلك واديكي الظرف ده. فالست فرحت قوي بكرم ربنا عز وجل، وكانت على يقين ان ربنا اللي هو لا اله الا الله هيرزقها. فتحت الظرف لقت 50 جنيه. قالت يا رب انا طلبت منك 5 جنيه، اديتني 50 جنيه، لا حول ولا قوه الا بك سبحانه وتعالى. عندها عمود يمكن هي ببساطتها مش عارفاه، بس هي عندها عمود اسمه لا إله إلا الله مترسخ في بيتها، اليقين. عشان كده النهاردة هنكلمكم عن أول عمود من عواميد الإسلام وركن من أركان الإسلام، وهو الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مع شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله، شرفنا ومنورنا دايما. ده انت اللي منور الدنيا والسادة المشاهدين، ربنا يعزك. احنا كمسلمين معظمنا اتولدنا مسلمين، فبنقول الشهادتين بشكل تلقائي. بس ليه الاسلام اول ركن فيه هو اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازم المسلمين يتعلموا أن أركان الإسلام 5 ويحفظوهن على ظهر قلب. في ناس كتير يا دكتور أحمد ما يعرفوش إيه هي ال5 أركان الإسلام. نعم. نحفظهم ونعمل بمقتضاهم. صحيح. في حديثين ورد فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام مجتمعة. حديث الأول حديث جبريل، سيدنا جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم مرة في صورة الصحابة، حتى الصحابة بيوصفوا يقولوا دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى السعي لآخر الإيه الأسئلة. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. الأعمدة بقى الأركان والأعمدة اللي حضرتك بتتكلم عليها، بناء الإسلام على هذه الأعمدة الإيه؟ الخمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده أول حاجة، صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. دول خمس أركان الإسلام، نعم، اللي أي مسلم لازم يعملهم، نعم، حق عليه يعملهم، نعم. إزاي؟ طيب عايزين بقى نقول للناس ليه أنا كمسلم لازم أقول بلساني أشهد أن لا إله إلا الله. أولا ما ينفعش إنسان يبقى مسلم بغير الشهادتين، قولا باللسان، تصديقا بالجنان بالقلب، وعملا بالجوارح والأركان. سبحان الله. يعني الموضوع لا يتوقف على اللسان. لذلك العلماء قالوا إن في شروط لا إله إلا الله لها شروط. العلم واليقين والصدق والإخلاص والإنقياد والمحبة كل دي شروط. صحيح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه يا أستاذة أميرة؟ قولي لي ليه؟ لأن ممكن واحد يقول بطرف اللسان أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، إنما هو لا بيصلي ولا بيصوم. صحيح. ولا بيحج، بل ربما يكون في قلبه كره وحقد وغل للإسلام. ده بقى ينفع مسلم؟ ممكن يبقى قدام الناس مسلم زي مين؟ زي عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق الذي كان يصلي خلف رسول الله في الصف الأول، صح ولا لا؟ وبيصلي ويصوم وكل حاجة، بس ده كان منافقا، كان منافقا، كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لذلك العلماء قالوا شروط لا إله إلا الله. طيب أشهد أن لا إله إلا الله. أول وقفة لي كلمة أشهد الحقيقة. هنا أنا بقول طب ما أقولش لازم كلمة أشهد، أصلي فيها معنى الشهادة. أنا أشهد كأني رأيت أنه لا إله إلا الله، رأيت الله سبحانه في خلقه، في علمه، في حكمه، في حكمته، في قضائي، في صنعتي، في رحمتي، في حلمي. أشهد إنك رأيت ربك، تشهد أنك ترى الله عز وجل في خلقه وفي عظمته وفي قدرته. أشهد أن لا إله الله، يعني إيه؟ مألوه، يعني معبود. ودي جزئين، أشهد أن لا نفي، لا معبود غيره إلا الله بحق إلا الله. العلماء بيقولوا لما الاستثناء ده إلا يأتي بعد نفي، ده يدل على عظيم التأكيد. يعني أنا لما أقول إيه مثلا، لا يوجد أحد بالمنزل إلا فلان، يبقى أنا تأكدت المنزل مستحيل يكون في حد إلا فلان ده. يبقى هنا أشهد أن لا إله من الناس من عبد الشجر والبشر والحجر والشمس والقمر دون الله عز وجل. صحيح. ده في واحد تقريبا اسمه غاندي لما سألوا بيعبد البقر، فقال لهم أمي عشان بتديني لبن سنتين عايزاني أطيعها طول عمري. طب ما البقرة بتديني لبن طول العمر من السنتين. شوف المقايسة. المقايسة. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وحدة لا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا شريك له. حضرتك فكرتني بالناس اللي بتعبد البقر وغيره، ربنا يعافينا، يعني
في الآية الكريمة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صحيح. والله سميع عليم. عايزين نقول للناس بقى ليه قلنا الآية دي وهو إيه الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. زي الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي، البقر والأصنام. أي حاجة تعبد من دون الله فهي طاغوت. طيب، ومن يؤمن بالله، من يصدق بالله أنه واحد أحد فرد صمد، هو المدبر لشؤوننا، هو ربنا الذي يرزقنا يطعمنا يسقينا يكسونا. من يؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا ضعف فيها ولا هوان. عايزين نقول للناس بقى إيه هي العروة الوثقى واتقالت على إيه. نعم، العروة الوثقى هي الركن الشديد والحبل المتين، حبل الله المتين. من استمسك بغير حبل الله ذل. صحيح. وضل وضعف وهان. فالعروة الوثقى لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل. دي عظمة. صحيح. عظمة. لو كان فيهما آلهة إلا لفسدتا السماوات الأرض. صحيح. لو أن فيها إلها غير الله لفسدتا. فسبحان الله الذي جعلنا نتوجه إليه بالطاعة والعبادة والاستغاثة والاستعانة والطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مريحة قوي. صحيح. مريحة قوي أن أنا أتوجه لربنا. طيب، بدل حضرتك قلت كده، في ناس تقول أنا فلان عشان عنده سلطة أو جاه أو خلافه أنا عارف اللي هو هيساعدني. أيوة. هل ده شرك أو كفر؟ إحنا ده بقى إيه؟ فساد في التوكل. أيوة. ليه؟ العلماء قالوا، وما شاء الله حضرتك بتطلع حاجات بتخلينا كده نطلع حاجات جميله، ربنا يكرمك. العلماء قالوا الانسان المؤمن انقسم لقسمين، قسم يتعلق بالقلب وقسم يتعلق بالايه؟ بالجوارح. قالوا ايه؟ القلب يطرح بين يدي الله. القلب ملوش علاقه بالاسباب، اما الجوارح ليها علاقه بالاسباب. ازاي؟ انا او بلاش تعلمنا ان احنا على الضرر نجيب صيغه غائب. واحد مرض، تمام كده، يعمل ايه؟ يتصل بالطبيب ويروح للطبيب، لكن في قلبه ان الشفاء بيد من؟ الله. يبقى القلوب ملهاش علاقه بالايه؟ بالاسباب. القلوب تطرح بين يدي رب الاسباب، اما الجوارح تتعامل مع الاسباب. المثال الثاني بقى على كلام حضرتك، واحد رايح اشتغل وعارف ان صاحب العمل هو ربنا جعله سبب في رزقي، قام من النوم وصلى وراح اشتغل، لكن في قلبي ان الرزق بيد من؟ الله. وضحت كده؟ يبقى هنا لما يظن ان الرزق في ايد فلان، لا لا لا، اوعى تظن كده. الحمد لله ان جعل ارزاقنا عنده في السماء ليس بيد مخلوق. صحيح. ولو كان رزق العباد على العباد والله لمات العباد جوعا. يعني اذا يا دكتور احمد الموضوع موضوع عقيده، يعني انا طبعا بفكر ازاي؟ يعني انا بقول الربوبيه لله عز وجل وحده. نعم. ولو اي رزق تاني الناس اسباب، او الحاجات اللي بتيجي بعد كده اسباب. احسنتي. وده عظيم الدين وعظيم العقيده. الاعتقاد ده يعني بيجعل لك عزه ألا تذل نفسك إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك يا أستاذ أميرة مهم أو نحن من خلال برنامجك الطيب ده نقول للناس يا أخوانا لا نستغيث إلا بالله. النذر يكون لله، الذبح يكون لله، الطلب يكون لله سبحانه وتعالى. الناس يا أستاذ اللي فاكرة إن الميت ده بإيده الشفاء، الميت واحدة مش ما بتخلفش يروح يتمسح بضريح أو بقبر، اللي لا، قول يا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي، ما قالش يا محمد صلى الله عليه وسلم،
حتى يبين انه لا واسطه بين العبد وربه. ودي عظمه ديننا يا اخوانا والله. صحيح. والله ديننا جميل. صحيح. انت لما بتذنب بتروح لربنا، مش هتروح للعبد. مش هتكشف نفسك عند العبد. صحيح. مش هتفضح نفسك عند العبد، انما بينك وبين ربنا كده تبكي لربنا وتتضرع اليه، يا رب انت سترتني. فاكر حضرتك قصه الراجل بتاع بني اسرائيل لما منعوا المطر، القط مفيش مطر و... صحيح. فاكر قصه جميله. وبعدين قالوا راحوا لسيدنا موسى وراح جمعهم حوالي 70,000 في الصحراء، فربنا قال لسيدنا موسى لن تسخوا المطر ان فيكم واحد بيعصينا 40 سنه. فجي سيدنا موسى قال لهم لازم يطلع الراجل العاصي ده. قصة طيبة ولذيذة. صحيح. المهم فالراجل قال لو أنا طلعت هتفضح على رسل أشد، ولو فضلت المطر مش هينزل، فمش عارف يعمل إيه. فالراجل أخذه الحياء من الله فغطى نفسه وقال يا رب استرني استرني يا رب ما تفضحنيش. فنزل المطر، فسبحان الله الراجل قال يا رب استرني وتبت إليك وتاب إلى الله ربنا نزل. فسيدنا موسى تعجب قال يا رب إزاي نزل المطر وده ما طلعش، من هذا العبد الصالح يا رب؟ ما هو تاب ربنا قبله. صحيح. من هذا العبد الصالح يا رب؟ قال له يا موسى إني سترته وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني. ديننا الجميل، ديننا الجميل عقدته إيه؟ أن ربك هو الذي يدبر أمرك، يدبر شؤونك، يرزقك ويرزق أبنائك ويكفل حاجتك، هو الذي يشفيك، هو الذي يأويك، هو الله. أشهد أن لا إله إلا الله المتكفل برزقي وبحياتي وبمعاش وبآخرتي، هو الله. يعني الناس اللي بتروح بقى تقول للناس أنا طالب منك، يعني الطلب ما بيننا فيه رحمة. أنا أقصد لو في حاجات زي دعاء ممكن يدعي ربنا، هو ربنا عز وجل الرزاق الواسع هيوسع عليه ويرزقه، بس قبل ما تطلب من العبد قول يا رب. احسنتي، زي ما نقول قلبك خليه بين ايد ربنا فوق. صح. انما تعامل مفيش مشكله، اتعامل بالاسباب بجوارح. صح. بالاسباب، اخد بالاسباب، بس قلبي ما يضعفش. صحيح. قلبي ما يضعفش. يعني مثلا واحد ممكن واقف على عرض طول النهار ما يبيعش الا ما باعش الا مثلا ب 50 جنيه وقعد، لكن ربنا يجعل في ال 50 دي بركه، لا حد يتعب عنده ولا حد يمرض ويتلاقي يجيبوا الاكل ومفيش، وربنا يبارك فيه. في رضا. واحد تاني ممكن يكسب اضعاف كده لكن يمرض، او ما يمرضش يبقى مشغول ومش مستريح ومش حاسس براحه. يا اخوانا هذه ارزاق الله قسمها على عباده. صحيح. هرجع تاني لأشهد أن لا إله إلا الله. نعم. الله عز وجل لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بنسمعها في الأذان. نعم. خمس مرات. أيوة. وبنقولها في الصلاة خمس مرات. أيوة. ولازم نقولها عشان نبقى مسلمين. فبحس يعني حسيت بحاجة كده وأنا يعني بحضر للحلقة مع حضرتك اللي هو لا الموضوع في حاجة روحانية كمان. أيوة. نعم. قلبية. يعني أنا الكلمة بتعدي على عقلي. نعم. وبقولها بلساني وبيصدقها قلبي. نعم. فلما بيصدق قلب الانسان، حتى دكاتره علم النفس يقولوا لما قلب الانسان بيصدق حاجه بيقولها لسانه بتطبع في القلب. ايوه. فسبحان الله اللي هو قلبي بيقول يا رب ما فيش اله غيرك. ايوه. صدق. ايوه. احسنتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير وفي روايه افضل ما جئت به انا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا. تخيلي أفضل كلمة. صحيح. وهي مفتاح الجنة. سبحان الله. هي مفتاح سبحان الله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جميل قوي قال إيه؟ أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. لا إله إلا الله. يا شفاعة النبي. آه ده أسعد واحد بشفاعة النبي يقول لا إله خالصا بها قلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ليه؟ عشان يدخل في الحديث الثاني ايه؟ من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله دخل الجنه. لا اله الا الله. وبعض الناس فاهمه تلقين الميت غلط. فاكرينه بعد ما يموتوا يروحوا القبر ويقفوا يقولوا له ازاي جالك؟ لا 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 لا. تنقين ميت عند موته. ودي سنه مهجوره يا استاذ امير. الانسان عندما يكون في مرض الموت نروح
نذكره بلا اله الا الله. صحيح. وانا يمكن كان في ممثل كبير توفى الله، دعيت ان انا اروح يعني احاول اذكره بالله سبحانه وتعالى، ورحت لكن وجدته نائما. فكلمت الممرضة عندما يستيقظ قولي قدامه لا إله إلا الله، قولي سبحان الله، قولي الحمد لله، بحيث يعني عندما يراك يذكر الله عز وجل. وقد توفى الله، أسأل أن يرحمه ويرحم والده يا رب العالمين وجميع أموات المسلمين. فهنا المسألة مسألة إيه؟ مسألة يقين. صحيح. يقين، أنت عندك يقين، قول كتير لا إله إلا الله عشان تطبع على قلبك ان كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. اصل احنا خلي بالك يا استاذ اميره، الكلام بتقول لنا مهم جدا، احنا ممكن نكون بنقولها بلساننا ان في اعمالنا الامر مختلف. صحيح. ده انا رزقي، لا ده لو الراجل ده مشى ان انا مش هلاقي اكل. طب ما انا ممكن فعلا الراجل ده ماشيني، وممكن فعلا الامر يضيق عليا، هل معنى كده ان ربنا مش هيرزقني؟ ممكن يرزقه بخير اكبر من اللي هو كان فيه، وقد يكون هو ده خير اكبر. صحيح طبعا، يكون هذا الابتلاء رفع الدرجات. صحيح. يا النبي صلى الله عليه وسلم مش ربط الحجر على بطني من الجوع، احنا ناسين ولا ايه؟ صحيح. صلى الله مش النبي صلى الله عليه وسلم حبس في شعب ابي طالب 3 سنين حتى اكل رسول الله واصحابه اوراق الشجر. صحيح صلى الله عليه وسلم. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه عن الوفاه، حضرتك قلتها اللي لازم يلقن الشهاده. ربنا عز وجل قال عليه القول الثابت لا اله الا أيوة. الله، القول الثابت. نعم نعم. فمعنى كده اللي هو بيثبته كمان في احسنتي سؤالنا. احسنتي، زي ما قلت هي سنه مهجوره. طيب. وللاسف الشديد يعني الناس بتنساها وبتغفل عنها. نفسي لما نلاقي ميت ايضا من السنه المهجوره ان احنا نذكر الميت باعماله الطيبه باعماله الحسنه. نقول له أنت كنت خير الناس، أنت كنت من المتصدقين، أنت كنت من سيدنا عمر بن الخطاب لما كان في موته راحوا بقى بيتذكروه، أنت كنت من البشرين، أنت أحد العمرين الذين دعا بك رسول، أنت مش عارف إيه، أنت كذا أنت كذا. فقال لهم والله أرجو أن أخرج من الدنيا كفافة لا لي ولا علي. فقالوا له نخلي ابنك عبد الله يمسك بعدك، قالوا لا 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 كفى الخطاب واحد يسأل عن أمة محمد. هو فاهم ان الموضوع مسؤوليه. طبعا طبعا. الحاجه العجيبه والجميله سيدنا عمر كان بيغمى عليه عشان يفوقوه، بيجيبوا له ريحه؟ بيجيبوا له بصله؟ لا، يقولوا له الصلاه يا امير المؤمنين، يفزع. لا اله الا الله. شفت ما هو بقى قلبه مطبوع على ايه؟ الصلاه دي الركن الثاني. ما دي قائمه على لا اله الا الله. معنى لا اله ان تعبد الله عز وجل، وان تأتمر بامر الله، وان تنتهي بنهيه. ده زي يعني اللي هو يعبد الله كانه يراه. ايوه الاحسان بقى. ما عشان كده بقول لك اشهد، دي انا تهت معاه. اشهد كاني شفت. صحيح. كاني شفت. وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما كان ليه كلمه جميله قوي، بيقول لو رايت عرش ربي بارزا ما زدت في طاعتي شيئا. يعني هو بيطيع الله كانه يرى عرش ربه بارزا. هو ما عندوش نقص في اليقين، هو يعبد الله يقينا كانه يراه. طيب فان لم تكن تراه فانه يراك. لا اله الا الله. طيب الناس المؤمنه بس ما بتصليش وبتعمل اعمال صالحه كتير قوي، يعني ما بصليش وما بصومش مثلا، بس بتصدق وبطلع زكاه، بعمل اركان واركان لا. طيب هل يقبل منها صالح الاعمال؟ طيب احنا عندنا حاجتين. السؤال بتاعك ده جميل قوي، اخد مكانك شويه. احنا عندنا واحد غير مسلم بيعمل اعمال كويسه، اعمال صالحه. وعندنا المسلم ما بيصليش وبيعمل اعمال صالحه. اللي غير مسلم بيعمل اعمال صالحه ربنا سبحانه يردها عليه في الدنيا. في ايه؟ في صوره ايه؟ يوسع له رزقه، يبعد عنه مرض، يبعد عنه مكر، يرد عليه الحسنه بتاعته في الدنيا عشان في الاخر ما يبقاش ليه حاجه عند ربنا، عشان ربنا حق. ده من عدل ربنا. أيوه. سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى للمسلم اللي ما بيصليش. طبعا تارك الصلاه في حاجتين يا استاذ امير، هل تاركها بالكليه ولا متقطع؟ عشان بعض الناس يقول لك تارك الصلاه غير. لا، لو متقطع مش ده اللي عليه الحكم. العلماء بيتكلموا على تارك الصلاه بالكليه. ده من العلماء من قال يكفر كفر
اكبر وفي اللي قال يكفر كفر اصغر. ايه السبب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الفرق اللي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها كفر. فالكفر في كفر اكبر وكفر اصغر، في اللي قال هو كفر اكبر، في اللي قال كفر اصغر. نسيبنا من ده كله، في مسلم يتحمل كلمه من النبي كده؟ صلى الله عليه وسلم. طيب ما بيصليش يقبل له عمل؟ شوفي حضرتك الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الصلاه. لا اله الا الله. فان قبلت قبل باقي العمل. طب وان لم تقبل؟ لم يقبل باقي العمل، فكيف بمن لا يصلي؟ صحيح. يعني هو لو بيصلي وعمله اتقبل وصلاته اتقبلت باقي العمل هيقبل، لو صلاته ما اتقبلتش العمل مش هيقبل. طب اللي ما بيصليش يبقى لا يقبل له عمل. صحيح. طيب اللي مش بيصلي ده مش من حقه عليا كمسلم؟ عامة النصيحة مش بيتقبلها معظم الناس في موضوع الصلاة، يقول لك أيوة. دي حاجة بيني وبين ربنا. أيوة. بس هو حقه عليا كمسلم واخويا واختي المسلمة اللي انا ادعي له اللي ربنا يعينه على العبادة وانصحه. انا بقول النصح لان انا دايما بشوف ده اللي يقول لك ده بيني وبين ربنا مالكش دعوة، يعني انا بقولها بالايه باللغة. أيوة. اللي بتتقال. انا فاهم بس ننصح. اوعى المعنى ده او التخوف ده يخلينا نمتنع عن النصيحة. ده مصيبة الأمة النهاردة إن هي ما بتنصحش وبتذكرش. ده خيرية الأمة، خيرية الأمة جعلها الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، صح ولا لا؟ صحيح. كنتم خير أمة أخرجت ليه السبب يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بس بقى إزاي؟ أيوه. طيب يعني احنا معظمنا مش بنعرف ننصح قوي لان احنا مش دارسين او مش عارفين، فممكن اللي احنا ندعي له بظهر الغيب. جميل. فربنا ان شاء الله يتقبل منا يا رب. يعني اللي شايف حد عايزه بس حاجه تقول لهم ازاي يدعوا لاخوهم بظهر الغيب. ماشي، وهقول لهم برضه انصحوا ازاي. لان ده مهم جدا يا استاذ امين. ممكن ناخد انا حاسس انه ماشي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبتي. لو سمحتي وانا ممكن اسال الشيخ؟ انا عندي سؤالين. اتفضل. طيب تمام. اول سؤال، انا كنت يعني بصلي وكل ما اجي اصلي بحس ان ربنا مش عارفه، استغفر الله العظيم، يعني بحس ان ربنا بيبعت لي بلاوي او مصايب معرفش. وما لو ما بصليش ببقى تمام، وضعي تمام ومفيش اي حاجه. السؤال الثاني، انا اخت جوزي كان بتجهز وكل حاجه وحاجتها عندي تمام، وجوزي هو اللي شغال علينا وعلى يعني اخته وكده، هو اللي بيجري يعني على البيت تمام. انا خدت حاجه من حاجتها هديتها لوحدها، هل ده يبقى سرقه ولا ايه؟ مش عارفه، انا مش عارفه اتصرف ازاي. هديتيها من غير ما تقولي لها؟ لا، من غير ما حد يعرف. حضرتك عايز تسال على حاجه؟ شكرا جزيلا. اسمعي، معانا حد تاني يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بوسي. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. بوسي لسه معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كنت بسال الشيخ سؤال؟ طبعا اتفضل. لو سمحت يا عم الشيخ، وانا لما اجي مثلا اصلي على النبي اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الصلاه يعني؟ في الصلاه؟ في التحيات في الصلاه؟ صلي على النبي. من غير الصلاه تقصدي يعني؟ هو ده سيدنا وتاج رؤوسنا يعني. ما هي بتقول مش عارفه الصيغه الصح للصلاه. الا بتقول اقول سيدنا ولا لا؟ ولا طب وضحي سؤالك. طيب انت قصدك على كلمه سيدنا ولا قصدك الصيغه الصحيحه ولا ايه؟ ايوه الكلام كده صح، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بس، ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دي صح ودي دي صح ودي صح، دي جميلة ودي أجمل، اللي بأيهما تقولي إن شاء الله تؤجري بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا بوسي. ربنا يتقبل مني ومنك يا رب العالمين. السؤال الأول كانت سارة. سارة بتصلي، لما بتيجي تصلي بتحس يعني المصائب بتتوالى عليها. ابتلاءات. أو الابتلاءات، ولما مش بتصلي بتحس إن الدنيا كويسة. أيوه، ما هو ده يعني إيه؟ نزغ من الشيطان ووسوسة. أيوة. من الشيطان. صحيح. الفهم ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير،
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. يعني أنت بتصلي بتجيلك ابتلاءات، ربنا بيعظم لك أجر، ربنا بيكفر عنك، تفرحي مش تزعلي، ولا ما تربطيش الايه الابتلاءات بيه بالصلاه. انا بص عشان كده بيجي لي ابتلاءات، لا طبعا. وبعدين ده انا لو هموت ما سيبش الصلاه، مش حب ابتلاءات ولا مصايب، ده لو هموت الصلاه دي ما يعني انا ليس لي اختيار مع فرض الله. هي ما يعني او ما تقطعش الصله اللي بينها وبين ربنا ابدا. يعني هي لو بتحب حد هتفضل تكلمه ليل ونهار، فما بالك بالمولى عز وجل، يعني ما تقطعيش الصله. والابتلاءات دي تكفير للذنوب ورفع للدرجات. فانت هو اول شيطان بيزين أيوه. للناس اللي ده فعلا طيب حضرتك سؤال تاني بتاع الهديه. ليها سؤال تاني صحيح. كانت اخت جوزها حاطه جهازها عندها، وهي خدت حاجه من جهازها من غير ما تقول لها وهدتها لواحده ثانيه. لا طبعا لا يجوز، حرام طبعا. حرام هي يعني. بتقول ده يعتبر سرقه يعني؟ طبعا يعني لا يزم ترجع الحاجه مكانها او تستسمح الاخت دي تسترضيها، لان هي كده تاثم عليها وزر. اذا استرضت الاخت صاحبه دي بتاع ربنا يغفر لها ان شاء الله. طيب. انا هاخد الاتصال الجاي بس هسال الشيخ على حاجه ونرجع تاني. طيب هو في اتصالات كتير فبيقول طيب دلوقتي المسلم ينصح اخوه المسلم ازاي؟ وازاي يقدر اللي هو برضه يدايبه؟ بعد الاتصال ولا لا هنقول دلوقتي وبعد كده. طيب النصيحه بقى انا مصر عليها ليه؟ لان الامه من غير نصيحه تضيع. احنا لو ما نصحناش بعض نضيع. واخوك الصادق اللي ينصحك ويصدقك القول. احنا معظمنا مش بيعرف ينصح. هقول لحضرتك بقى دي جميل جدا السؤال ده. النصيحه في حد ذاتها اعتراض. ولا يقبل انسان ان انسان يعترض عليه، طبيعتنا كده صح كده؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ تقدمه لطيفه نفتح بيها القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه بينصح عبد الله بن عمر، تعالوا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ سيد البشريه ومعلم البشريه الاول صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ عايز ينصح عبد الله بن عمر، كان بيقوم الليل وتركه. عمل ايه؟ قال نعم الرجل نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد لولا انه كان يقوم الليل ثم تركه. يا سلام على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال، كلمتين جمال كده فتحوا نفس. نعم الرجل عبد الله لولا، بس لو يعني شوف بقى الاثر بقى. فما ترك عبد الله قيام الليل حتى مات. يبقى هنا خاصة الزوجة مع زوجها، الأخ مع أخيه، الصاحب مع صاحب، الصديق مع صديق، لما نيجي ننصح بعض تقديمة لطيفة كده خفيفة بسيطة. واختيار الوقت صحيح، اختيار الكلمة صحيح. ما يكونش مثلا الزوج جاي تعبان ولا جاي مش عارف ايه وما انصحش، كأن أنا يعني ايه أنا اللي كويس وأنا التقي وأنا الورع وهو اللي أعوذ بالله لا ما ينفعش. ده لازم يبقى فيه إخلاص وفيه ابتسامة وفيه كلمة رقراقة وفيه دعاء. اللي يعمل كده إن شاء الله ربنا هيستجيب له ويجد استجابة طيبة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حضرتك بقى خدتنا النقطة تانية وهي خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من التشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أيوة. نعم. فحضرتك قلت لنا عن خلق جميل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن. كان خلقه نعم. فهو حتى النصيحة أيوة. كانت جميلة حلوة. فإحنا عايزين نكلم الناس ليه الله عز وجل خلى في الشهادة أن محمدا رسول الله. هنقول لهم بس هناخد السلام عليكم. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ اتفضلي. هو كده سؤال ماشي. أول سؤال ليه علاقة بالحلقة والتاني لأ. اتفضلي. أول سؤال إن أنا بصلي بس بتيجي عليا فترة بحس بفتور رهيب جدا. بحس إن الصلاة دي تقيلة عليا جدا ولدرجة إن أنا يعني استغفر الله العظيم يعني ساعات ما اللي هو مش فارق معايا حتى الأذان يعني اللي هو خلاص يعني. الموضوع ده بيقعد معايا من يومين ممكن بالكتير قوي ما بزيدش عن الأسبوع. برجع كأني لسه داخلة الإسلام جديد. ببقى وحشاني الصلاة جدا، وحشني القرآن، وحشني كل حاجة يعني. طب أسألك على حاجة معلش، أنت كنت من وأنت صغيرة معودينك تصلي ولا ده حصل وأنت كبيرة بقيتي تصلي؟
لا الموضوع ده معايا بقى من وانا صغير، من اول ما ابتديت اللي هو لازم انا اقصد تصلي. الاب والام خليكوا لا لا تصلي لا، بابا هو اللي حببني في القرآن اصلا، ما شاء كان الله، دايما برافو يشغل عليك اذاعة القرآن ما الكريم شاء الله فحببني في الشيوخ كلها اللي بتقرا ما شاء القرآن. الله. بس انا ما اعرفش بتزيد معايا كل ما بكبر. طيب سؤالك التاني السؤال التاني هو ملوش علاقة بقى اتفضلي. بس ليه علاقة بالصلاة، ان الواحد كل ما بيبقى ملتزم اكتر، زي ما البنت اللي قبلية قالت، بحس ان الدنيا بتبقى معقدة جدا معاها بالنسبة مثلا للارتباط او في حياتها العملية. بحس ان البنت اللي هي مش هقول الفري، بس اللي هي عادي مش فارق معاها الصلاة، مش فارق معاها اي حاجة، تبقى فعلا تتجوز اسرع، تتجوز احسن، بتشتغل احسن، بعكس البنت اللي هي بتبقى ملتزمة اكتر. فمش عارفة هل ده بيبقى زي ما الدكتور قال او الشيخ قال ابتلاءات ولا طيب يا حبيبتي بس. اسمعيني، شكرا جزيلا. معانا لمياء. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام ورحمة اتفضل الله يا حبيبتي. وبركاته. انا اوقات كتيرة يعني لما عايزة اتقرب من ربنا بحس حاجة اللي بتبعتني كده، وبحاول ممكن اقول كلام اكتر بربنا، وده مش عارفة كده بشيل ذنبي ولا لا. لا لا وفي استني يا الاوقات لما اقعد واحدة اتكلم واحدة واحدة كتير واضحة ممكن اعمل يعني اعمل حمام كده على الشغل، ايه ده؟ هو انا مش سامعة معظم الكلام، ممكن تتكلمي طب واحدة واحدة؟ اتفضلي. لسه معانا يا جماعة؟ انا اوقات اتفضلي كتير سمعتي يا حبيبتي اتفضلي سامعاكي اتفضلي. اتفضلي. اوقات كتير اللي عايزة اتقرب من ربنا بس بحس اللي انا حد بيبعدني عنه، واقعد اقول كلام اكتر بربنا. تقولي كلام، تقولي كلام في نفسك، ايوه يعني كلام بيدور في نفسك كده في كفر. تمام. مش عارف، بحس ممكن البداية ممكن كده اصل من ربنا، ولما اجي اصلي كتير او كده بحس ان انا عايزه ابعد عن الصلاه. تمام. طيب يا حبيبتي حاضر اسمعيني، حاضر. شكرا جزيلا. طيب السؤال الاولاني بتاع اميره، الفتور في الصلاه، وحضرتك قلت ده نزغ من الشيطان. وعايز ليا برضو حته كده فيها اتفضل اسمحي لي. اتفضل. احنا يا اخوانا الاخت دي وكل الاخوات لازم نشغل قلوبنا في الصلاه. احنا مش حجاره قوم واركع، لا، ربنا لن ينتفع بعبادتنا، الله لن ينتفع بطاعتنا، انا اللي انفع نفسي وانا اللي اضر نفسي، انا انفع نفسي بالطاعه واضر نفسي بالمعصيه. فرب الله يريد قلبا يعيش ويحيا في معيه الله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحيح. فربنا بيبص بينظر لقلبك، فلازم القلب للاخوات اللي بتقول احنا بنحس بالفتور، لان القلب متعطل، القلب في ثلاجه، لا انا عايز القلب يعيش. ويا ريتك ترجعي للحلقه اللي احنا اتكلمنا فيها ازاي نخشع في صلاتنا وادينا روشته ايمانيه. فلازم تعيشي كلام ربنا اللي بتقريه او بتسمعيه، سبحان ربي العظيم اللي اتكلمنا عنها، سبحان ربي الاعلى، دعائك لربنا سبحانه وتعالى، قلبك اشتغل. لو قلبك اتحرك واشتغل انت هتحب الصلاه وهتتمسكي بالصلاه وهتنتظري الصلاه قبل الصلاه. وخليني اقول حاجه برضه يا دكتور احمد، اللي هو بدل ربنا رزقها بالصلاه هو عايز يتوب عليها وعايز يغمرها برحمته. احسنتي، ده اختيار. صحيح. يعني ربنا اختارك للقائه، بس انت لم تستثمري هذا اللقاء. ازاي تخرجي منه وانت فرحانه وانت مستريحه؟ تعالي بقى اسال الناس اللي هم بيصلوا صح، يا خبر ابيض، ده لو ما صلوش اتاخروا بس شويه يحسوا جبل فوق كتافهم، ولما بيصلوا يحسوا ان هم استراحوا راحه، راحه قلبيه عظيمه جدا، يعني مش هتلاقيها في الدنيا كلها. بس من الواضح يعني سبحان الله، يعني من علامات حب ربنا للعبد اللي هو بيتوب عليه تاني، بيرجعه ليه تاني، فهو هي بعد 3 ايام او يومين بترجع تاني. نعم. فمعنى كده ان ربنا عاوز يرحمها. بس انا اوصيها ان هي ايه، قلبك يشتغل، قلبك يعيش مع القران ومع التسبيح ومع السجود ومع الدعاء. لازم قلبك يحب، ما هو قلبك يحب ازاي لما يشتغل ويتحرك؟ صحيح. انما لسان، طرف اللسان بس ما ينفعش. صحيح. دلوقتي هي بتحس ان البنات الغير ملتزمه ربنا يعافينا ويعافيهم جميعا،
يعني هم بيبقى ليهم حظ اوفر نعم من الملتزمه. نعم وده احساس عام على فكره يعني. نعم. في بنات كتير بتيجي تقول لي احنا بنحس اللي غير ملتزمه بتاخد حاجات كتيره اجمل مننا، سواء بقى في زواج او في حظ في الشغل او في غيره. فزي ما هي قالت في فكر عام ده، فحضرتك بس قول لهم انا الفكره هقول حاجه الصح. اقول حاجه يعني طيب لو كيف لو اخبرك الله عز وجل وقال لك مثلا انا ادخر لك من الطيبات ومن النعيم في الجنه، هتقولي انا عايزها دلوقتي ولا احسن في الجنه؟ صحيح في الجنه احسن. دي الواحد. الامر الثاني الرضا، هي المساله مساله انا مع ربنا فراضي وقانع ولا انظر لغيري. ما خلي بالك برضه استاذ اميره احنا الظاهر مش كل حاجه، احنا شايفينها عشان بتضحك ولا مين الله اعلم هي عايشه ازاي والله، وعشان احنا شايفينها بتضحك قدامنا يبقى ما بتعيطش، ولا عشان تزوجت ما ممكن تكون عايشه الله اعلم بيها. صحيح. انت ما تعرفيش بواطن الامور ايه، ممكن انت تشوفي الحاجه دي حلوه بس هي ابتلاء لصاحبها. طبعا صحيح. الله اعلم بالاسرار ايه. صح. فانا عايزك تحسني الظن بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وان ربنا مش هيضيعها يعني، هي طبعا ربنا مش هيضيعها طبعا يعني. انا دايما بقول للناس ربنا مش هيضيعها، احنا ماسكين كده في حبال ربنا، فربنا نعم. مش هيضيعها. وحسن الظن بالله انا صحيح. مع ربنا اخاف مين تاني. صحيح. وانا عملت كده. طيب لميا بتعاني من حديث النفس. أيوة. اللي هي بتقول كلام وهي في نوع من الكفر، كلام كفر. نعم. اقول لها لا تبتئسي ولا تحزني، بل ان النبي وصف ذلك بانه محض الايمان، يدل على ايمان خالص. واحد يقول لي ازاي ده، هي اما النبي علمنا قال ياتيك الشيطان ويقول لك من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فاذا بلغك فانتهي. يبقى هنا الاخت اللي بيجيها دي اول حاجه، لان الموضوع نفسي وبيسبب ارق شديد جدا. صحيح. لاصحاب الايمان طبعا. ده هذا ليس منك، هذا من الشيطان فاطمئني. طيب تستعيذ بالله بشكل بالله من الشيطان الرجيم. اه وما تقلقش ان ده مش منها، وتستعين بطاعه الله وبذكر الله سبحانه وتعالى وتغير الوضع اللي هي عليه. لو قاعده تقوم تقف تتمشى شويه تتوضا تصلي ركعتين تجيب كتاب تقرا فيه، لا تترك نفسها لهذه الوسوسه. صحيح. حبل الشيطان لا تترك نفسها له. لا تغير الايه الهيئه اللي هي عليها وتشغل نفسها حتى لو بحاجه في الدنيا، بس تشغل نفسها عن هذا الايه عن هذا الوضع. هنرجع لسؤالنا قبل التليفونات. نعم. وهو التخلق أشهد أن محمدا رسول الله والتخلق بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر في الشهادتين، الشهادة الأولى حق الله، حق الله على العباد أن يوحدوه أن يعبدوه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. يعني ممكن واحد يتحجج النهاردة في قضية العبادة بالرزق، يقول لك أنا شغلي ومش قادر. لا، ربنا ما أريد منهم من رزق. صحيح. من الذي يرزقك ويرزق أبنائك؟ ما أريد منهم من وما أريد أن يطعمون. صحيح. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم شهادة أن محمد رسول، هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نفرده بالاتباع والطاعة، أن نتأسى به وأن نقتدي به، وأطيع الله وأطيع الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. عندنا مصادر التشريع الرئيسية في إسلامنا أربعة: القرآن الكريم، السنة الصحيحة، الإجماع إجماع الأمة، والقياس. فالمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالنبي مشرع. ليه أنا بأكد كده؟ عشان الناس اللي طلعوا يقول لك إيه إحنا لا نؤمن إلا بالقرآن، إنما السنة دي ما نعرفهاش. تعالى لي. صحيح. أنت بتقول أنا بؤمن القرآن بس؟ يقول لك أنا بؤمن القرآن بس. طب من الذي علمك أن صلاة الظهر أربعة وأن الفجر اثنان وأن المغرب ثلاث؟ هل هذا في القرآن؟
من الذي علمك ما تقول في أركان الصلاة وكيفية هيئة الصلاة؟ من الذي علمك مناسك الحج؟ من الذي علمك مقادير الزكاة وتفصيلات الزكاة؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أتاكم الرسول فخذوه. وبعدين إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. صحيح. وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي. إذن فالنبي ما يأتي به شرع ووحي يجب الاتباع. حضرتك بتاخدنا بقى للنقطة التانية، احنا الوقت بيجري، وهو بقى الإيمان. أيوة. اسمى معاني الإيمان. نعم. اللي هو يؤمن باللي ربنا نزله من غير ما يشوفه. الإيمان بالغيب. وهو نوع من أنواع البر. نعم، أحسنتي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول حاجة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب ده هيعدل المجتمع كله، لأن منه الإيمان بيوم الآخر، يوم الحساب، يوم الفصل، يوم الطامة، يوم الطلاق، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم التناد، يوم الطلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ رب العالمين. يبقى هنا الإيمان بالغيب بيجعل في قلب العبد إن في حساب. صحيح. بين يدي رب الأرباب. أن يأتي النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فأمنا عائشة تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. قال: لا يا عائشة، إن الأمر أشد من ذلك. تذكرت يا أستاذ أميرة، ربنا يعافينا وعافي الأمة، زلزال تقريبا 92 الأولاني. 92 الزلزال ده الناس كانت نازلة من عمايرها تجري، اللي ببجامة واللي مش عارف بملابس ايه، واللي هل حد فاضي ينظر لحد؟ لا أبدا. وكيف بهذه الزلزلة من زلزلة يوم القيامة؟ صحيح. يحشر الناس يوم القيامة، وكيف بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف بالعرض على رب الأرباب؟ صحيح. محكمة عنوانها لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نعم بالله. يبقى الإيمان بالغيب يقتضي إن أنا أخد بالي من كلامي وأخد بالي من أفعالي لأنها تعرض على الله. وكل إنسان إيه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة مفتوحة. اقرأ كتابك يا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كيف بالعبد عندما يمر بحسنة قد فعلها؟ هيفرح وهيصر. طب كيف به عندما يرى سوءة أو سيئة أو معصية فعلها في الدنيا؟ وهو لا يدري هل قبل الله توبته أم سوف يؤاخذه بها أم يعفو عنه. الأمر ليس هين. يعني دي أحسن كلمات ممكن أختم بيها. ربنا يجزيك كل خير دايما، كلام حضرتك الطيب بيعدي الوقت معاك بسرعة، ربنا يكرمك. عايزين بس نقول للناس آخر كلمة: لا إله إلا الله بيبقى قدرها عند المولى عز وجل يوم القيامة في الميزان. يعني مفيش حاجة في الميزان تعدل لا إله إلا الله. يعني تخيلوا في الحديث البطاقة المشهور إن واحدة من أمة محمد يأتي يوم القيامة له 99 سجل، 99 كتاب، كل سجل على مد البصر كلها ذنوب وخطايا. فالذنوب دي توضع في كفة وتوضع بطاقة قدر الأنبلة في كفة، فسبحان الله ترجح كفة البطاقة لأن مكتوب فيها لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ونعم بالله. وهذا عبد واحد أرجو أن أكون أنا هو. نعم بالله. ربنا يرحمنا يا رب جميعا. أمين إن شاء الله. رب العالمين. شكرا جزيلا دكتور أحمد. ربنا يبارك فيك. شكرا. شكرا جزيلا. كان معنا شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. دوني بس دقيقة تانية أقول في نالة.
آخر حاجة هنهي بيها كلام سيدنا موسى مع ربنا عز وجل. سيدنا موسى بيقول له يا رب علمني شيء أذكرك بيه، فقال له الله عز وجل يا موسى قول لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك بيقولوا لا إله إلا الله. سيدنا موسى كان عايز حاجة ربنا يختص بيها، فقال له يا موسى لو كان في كفتين فيما معنى الحديث وكفة فيها السماوات والأرض واللي فيهم وكفة تانية فيها لا إله إلا الله، هترجح كفة لا إله إلا الله. وزي ما قال شيخنا الجليل الشيخ أحمد في مشهد يوم القيامة، عبد هيبقى عنده 99 سجل من الذنوب، كل سجل على مد البصر من 99، فهيجي يوم القيامة ربنا يقول له مالكش مفيش حسنات خالص، هيقول له لا يا رب. فقال له أنا شايف اللي فيه بطاقة، فيه بطاقة عندك، واليوم لا يظلم عندي أحدا. فقال له يا رب البطاقة دي هتعمل لي ايه؟ دي بطاقة في وسط 99. فوضعت البطاقة فكفت، فالكفة رجحت بها وطاشت 99 سجل، ربنا غفر له. البطاقة كان مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها مرة بقلب صادق، يا رب مفيش إله غيرك، يا رب لولا وجودك ما كانش الوجود ده كله هيبقى في حد، يا رب لولا وجودك ما كنتش انا ابقى موجود. فيا رب الحمد لله ولا اله الا الله، فملأت الميزان فغفر الله له. ان شاء الله ربنا يغفر لنا جميعا ويجمعنا على حسن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعنا دايما في رحمته. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا محمد.